انا مهندس ميكانيك، كنت عم بشتغل بشركة سيارات بفرنسا وبالمانيا، ومن خلال شغلي كاستشاري تعرفت على شخص مره طلب مني اذا في صمم له بسكليت للناس الكبار بالعمر يما عندهم مشاكل تنقل بيكون الفوت عليها كثير هينه، وما اشتغلنا سوا. رجعت لوحدي انا فكرت بالفكره وقلت بدي اعمل بسكليت يكون ما فيها أسطر بالمره، يعني بين الكرسي والدولاب الادماني يقدر الواحد يفوت ويطلع منها بالهين كثير. من هالفكره بلشت ارسم وخطيت لدراجه التريكلوس ثلاثة دواليب يلي الشاسيه تبعيتها بتمرق من فوق الولد مش من تحته. رجعت على لبنان ب 2005 صنعت اول دراجه ثلاثة دواليب تريكلوس، جربناهم على مده ووراها طلبنا بضاعه ل 1000 بسكليت وبلشنا التصنيع. اول منتوج عندنا هو تريكلوس، ثاني واحد هو تويكلوس اللي هو البسكليت على دولابين، ثالث منتوج هو اوكتوبوس يلي هو الكاروسيل يلي بيركب عليها كذا ولد يا ستة يا ثمانية، ورابع منتوج هو سكيونيك اللوج للثلج. هي قامة خفيفة كلها معمولة على المواصفات الأوروبية، مصنعة 80% بلبنان، مصرين الدراجة يضلوا محتوياتها لبنانية بنسبة كتير عالية مثل ما هي هلأ. أول بلد بلشنا تصدير عليه هو قبرص، وإن شاء الله من قبرص منبلش لكل دول العالم. منتوجاتنا موجودة بأكثر من 15 مدرسة بلبنان، بخمس مدن ملاهي كمان، وبالحديقة العامة بجبال. نحن بهالزبونات يعني عم نضارب على شرك أوروبية دنماركية وألمانية وهولندية. أنا مبسوط كتير بشغلي، في عنا كذا منتوج رح ينزلوا كمان ب 2017-2018 على السوق، دراجات كهرباء وسيارات كهرباء صغيرة للكبار مقتبسين من التصاميم اللي عملينا، وإن شاء الله هالفرحة تنتقل من لبنان لكل دول العالم.